لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص تقديم مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، ونلتقي في هذه الحصة لنقدم لكم مادة جديدة. سنتحدث الليلة عن أركان الحج إلى بيت الله الحرام وأركان العمرة، وأفتتح حديثي بتقديم معنى الركن. فما معنى الركن؟ الركن هو الأساس الذي لا بد من الإتيان به لتمام العبادة، والذي لا يجبر بهدي عند فقدانه أو عند فساده. والأركان هي الأساسات الضرورية لإقامة فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. وبما أنها لا تجبر بهدي، يعني من ضيع ركنا أو أفسد ركنا فقد فسد حجه لا قدر الله. فانتبهوا إلى هذه الأركان واحفظوها جيدا حتى تحافظوا عليها وأنتم تقيمون شعائركم في إطار أداء شعائر الحج إلى بيت الله الحرام. احفظوا جيدا أن أركان الحج أربعة، احفظوها جيدا، أركان الحج أربعة. أولها الإحرام، وسنتحدث عن الإحرام بصورة تفصيلية وتطبيقية. الإحرام هو أول أركان الحج إلى بيت الله الحرام، ومعناه باقتضاب هو نية الشروع في أداء مناسك الحج أو شعائر الحج. ثاني الأركان هو السعي بين الصفا والمروة، سبعة أشواط بنية كما سنبينه. إذن الركن الأول هو الإحرام، الركن الثاني هو السعي بين الصفا والمروة، الركن الثالث هو الوقوف بعرفة، أي وقوف الحجاج يوم تسعة ذي الحجة على صعيد عرفات. هذا هو الركن الثالث من أركان الحج، وهو الركن الذي لا يتقدم ولا يتأخر عن زمانه ومكانه، وهو الركن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. أما الركن الرابع من أركان الحج فهو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وهو الذي يكون بعد إفاضة الحجيج من صعيد عرفات ومرورهم بالمزدلفة ثم منى، ثم يكون بعد ذلك طواف الإفاضة، وهو الركن الرابع من أركان الحج. احفظوا إذن الحج له أربعة أركان: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني السعي بين الصفا والمروة، الركن الثالث الوقوف بعرفة، الركن الرابع طواف الإفاضة. هذه هي أركان الحج الأربعة، ما عدا ذلك فهو واجبات أو سنن أو مستحبات، وحتى الواجب إن فقد يمكن أن يجبر بهدي أو بدم. ونتحدث الآن عن أركان العمرة. العمرة
لها ثلاثة أركان. الحج له أربعة أركان، والعمرة لها ثلاثة أركان، ينقصها عن الحج ركن الوقوف على صعيد عرفات. فأول أركان العمرة هو الإحرام، والإحرام للحج وللعمرة سواء، لا يتغير إلا النية كما سنبينه في موضعه. الركن الثاني من أركان العمرة هو الطواف، طواف العمرة، الطواف بالبيت على هيئته وبشروطه كما سنبين. الركن الثالث من أركان العمرة هو السعي بين الصفا والمروة، هذا هو الركن الثالث من أركان العمرة. فإذا أتم الحاج أركان عمرته يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير كما سنبين. وكذلك إذا أتم الحاج مناسك حجه بطواف إفاضته يتحلل بعد ذلك إن لم يترتب عليه سعي، وإلا فيطالب بأداء السعي بين الصفا والمروة. وهكذا علمنا يا حجاج بيت الله الحرام أن للحج أربعة أركان وأن للعمرة ثلاثة أركان. وأود أن أخبركم بمعلومة أخرى وهي الأنساك. فما الأنساك يا ترى؟ الأنساك جمع نسك، ومعناها كيفية أداء الحج إلى بيت الله الحرام. وتختلف هذه الكيفيات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، فهذا من سعة فضل الله تعالى وكرمه على عباده الحجاج الميامين، أن يسر لنا أداء المناسك على الوجه الميسر. وهذه الأنساك الثلاثة هي: أولاً الإفراد، أو ما يعرف بالحج بالإفراد. ثاني الأنساك الحج بالقران. وثالث الأنساك الحج بالتمتع. فما معنى الإفراد يا ترى؟ معناه أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه، ينوي الحج فقط ويؤخر العمرة إلى بعد انقضاء أيام التشريق، كأن يقول عند إحرامه: اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم فيسره لي وتقبله مني. أما الحج بالقران فمعناه أن يقرن الحاج في أعماله بين الحج والعمرة، كأن يقول: اللهم إني نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، اللهم فيسرهما لي وتقبلهما مني. أما المتمتع فهو الذي سيشرع في أعماله بالعمرة ويؤخر الحج إلى يوم التروية، فيقول المتمتع: اللهم إني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، اللهم فيسرها لي وتقبلها مني. واعلموا يا حجاج بيت الله أن المفرد لا يطالب بهدي لتحمله كثير من الأعباء والمشقة، أما القارن والمتمتع فيطالب كل منهما بهدي، أي أن يذبح ذبيحة لله تعالى في الحرم، لأن الهدي لا يكون إلا لفقراء الحرم، وهذا مستنبط من قول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. والهدي مطلوب بل واجب في حق المتمتع وفي حق القارن. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنساك الثلاث في حجته الفريدة في حجة الوداع، حيث أهل بالحج مفردا، ثم بعد ذلك دعا من لم يسق الهدي إلى التحلل بعمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت وجعلتها عمرة. وأمر من لم يسق هديه أن يتحلل بالعمرة. ثم بعد ذلك، بعد وحي الله تعالى إليه، دعا
بعضا من من حجوا معه إلى القران ممن ساقوا هديهم، وقال دخلت الحجة في العمرة هكذا وشبك بين أصابعه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجته الوحيدة شرع الإفراد وشرع القران وشرع التمتع. والإفراد هو الأفضل عند المالكية، والقران هو الأفضل عند السادة الأحناف، والتمتع هو الأفضل عند السادة الحنابلة والشافعية. ولكني أقول لكم النسك الأيسر، أدوا شعائركم بمقتضاه، وكل ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ميسر لما خلق له. إذن أحوصل لكم يا إخوة الإيمان، احفظوا أن أركان الحج أربعة: الإحرام، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة. واحفظوا أن أركان العمرة ثلاثة أركان: الركن الأول هو الإحرام، ثانيا الطواف ببيت الله العتيق، ثالثا السعي بين الصفا والمروة. واعلموا أن الأنساك ثلاث: الإفراد أو القران أو التمتع. والإفراد معناه أن تفرد نيتك بالحج، أي أنك ستحرم بالحج ولا تفكر في العمرة، لأن كل حاج سيقوم بالحج وسيقوم بالعمرة، فالمفرد يقدم الحج على العمرة، ولا يقوم بعمرته إلا بعد انقضاء أيام التشريق، وهذا المفرد لا يطالب بهدي. أما القارن فهو يحرم بالحج والعمرة معا كما بينا، يقرن في نيته وفي عمله بين الحج والعمرة، ويكون طوافه للحج والعمرة، ويكون سعيه للحج والعمرة، ويكون يعني كل الأعمال إحرامه للحج والعمرة وعليه هدي. وكذلك المتمتع فهو الذي يبدأ أعماله بالعمرة ولا يبدأ في الحج إلا في يوم التروية، أي في اليوم الثامن من ذي الحجة. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم لأداء المناسك على أكمل الوجوه وفي أفضل الحالات والهيئات، وأسأله جل وعلا أن ييسر لكم أداء المناسك، وأن يمن عليكم بالحج المبرور وبذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجارة رابحة لن تبور، إنه حليم عزيز غفور. هذا والله تعالى أعلم، وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتستمر بنا رحلة الأشواق إلى حرم الله الأمين، وسأحدثكم في حصتنا هذه عن الإحرام. وإذا تحدثنا عن الإحرام الذي يعد الركن الأول من أركان الحج كما بينا في حصص سابقة، وهو الركن الأول أيضا من أركان العمرة، لابد أن نتحدث عن المواقيت، لأن الله تعالى بواسع حكمته وبالغ قدرته فرض الحج في وقت مخصوص وزمن مخصوص ومكان مخصوص وبكيفية مخصوصة. واعلموا أن للحج ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. فما المقصود بالميقات الزماني يا ترى؟ أحيلكم يا ضيوف الرحمن إلى قول الله تعالى في كتابه العزيز، حين قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما هي الأشهر المعلومات يا ترى؟ الأشهر المعلومات هي أشهر الحج،
وهي المواقيت التي وقتها الله تعالى لافتتاح ونهاية موسم الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. إذن يفتتح موسم الحج إلى بيت الله الحرام من يوم واحد شوال من كل عام، من كل سنة قمرية، أي من يوم عيد الفطر يفتتح موسم جديد، موسم الحج إلى بيت الله الحرام، ويستمر أداؤه إلى آخر شهر ذي الحجة. فهذا هو الميقات الزمني، وهذا من واسع حكمة الله تعالى أن خص العبادات بزمان أو أزمنة مخصوصة. يقول ربنا جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الحج لا يؤدى إلا في أشهر الحج، فهذا الميقات الزمني. أما الميقات المكاني فهو شيء آخر، فالله سبحانه وتعالى كما خص الحج بميقات زماني خصه بمواقيت مكانية. وهذه المواقيت هي الأماكن التي لا يجوز أن يتجاوزها من أراد الحج والعمرة إلا بعد إحرامه، وتسمى المواقيت المكانية، وهي تحيط ببيت الله الحرام من كل الجوانب والنواحي. ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أي أهل المدينة إذا أهلوا بالحج أو العمرة، إذا بلغوا ذا الحليفة يجب عليهم أن يحرموا وأن لا يتجاوزوا ذا الحليفة. ووقت لأهل الشام والمغرب العربي، وقت لهم الجحفة، والجحفة مدينة قرية صغيرة على ساحل البحر الأحمر، وقد غابت في زماننا هذا وعوضت بقرية محاذية لها وهي رابغ. فرابغ إذن هي المكان الذي ما ينبغي أن يتجاوزه أهل الشام وأهل شمال إفريقيا وأهل مصر. ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد مكان سماه قرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير. كما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن أسفل الجزيرة العربية، وقت لهم ميقاتا مكانيا يسمى يلملم. وورد في حديث آخر لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهناك خلاف بين أهل العلم، هناك من يثبت هذا التوقيت النبوي لأهل العراق، وهناك من يقول أن الذي أثبته هو عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا في نيل الأوطار للإمام النووي. وانظروا إلى حكمة الله تعالى أيها المؤمنون الكرام، لسائل أن يسأل: ما هي القصة وما هو التأصيل لهذه المواقيت؟ ورد في بعض الروايات أن خليل الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة المشرفة، حين رفع قواعد البيت هو وإسماعيل عليهما السلام، فلما وضع الحجر الأسعد في موضعه، ونعلم أن الحجر الأسود ويسمى الحجر الأسعد هو حجارة ياقوتة من يواقيت الجنة، فلما وضعه في موضعه أشع منه نور بلغ أماكن المواقيت كلها. فهذه آية من آيات الله،
بذلك يكون الله تعالى قد حدد هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة وأحيا هذه الشعائر وأحيا هذه السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوقوف عند الميقات واجب، والإحرام من الميقات واجب، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولأهلهن ولمن مر عليهن أو حاذاهن، أي هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها. قال: ومن كان دونها، أي يقطن داخل هذه المواقيت، فمهله من حيث هو، يعني يحرم من المكان الذي هو فيه. أما أهل مكة فمهلهم من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة، لأن المحرم يجب أن يجمع في كل إحرام له بين شيئين، بين الحل والحرم، أن يجمع بين الحل وبين الحرم، أن يحرم في الحل ويدخل للحرم، أو أن يحرم في الحرم ويخرج للحل كما سنبين. وهذه المواقيت المحيطة بمكة المكرمة أقربها من مكة هو قرن المنازل، وهو يبعد عن مكة المكرمة حوالي 94 كيلومتر، وأبعدها عن مكة المكرمة ذا الحليفة ما يعرف اليوم بأبيار علي، وهو يبعد عن المدينة المنورة حوالي 460 كيلومتر. وهكذا يا ضيوف الرحمن، بعد أن تعرفنا عن الميقات الزمني وتعرفنا عن الميقات المكاني الذي ينبغي أن نحرم فيه لله تعالى، نتهيأ الآن لإقامة الركن الأول من أركان الحج والركن الأول من أركان العمرة، وهو الإحرام. فما الإحرام يا ترى؟ الإحرام هو النية، ومعناه نية الشروع في أعمال الحج أو نية الشروع في أعمال العمرة. والنية كما نعلم في سائر العبادات محلها القلب، ومعناها العزم والقصد على فعل الشيء. فكل حاج يأم البيت الحرام إذا وصل إلى ميقاته ينزل فيتجرد فيغتسل، وإن لم يستطع فيتوضأ، والرجال يتجردون من ثيابهم ويلبسون الإزار والرداء، ويصلون ركعتين تسميان ركعتا الإحرام إن كان الوقت وقت جواز لأداء النافلة، هذا عند المالكية، وغيرهم من المذاهب لا يرون سنية هاتين الركعتين. ويمكن للمحرم أن يبني إحرامه بعد صلاة فريضة، وبعد أن هيأ بكل هذا يشرع في إحرامه بعقد نية إحرامه، أي النية التي اختارها والنسك الذي اختاره. وقد مر معنا في حصة سابقة الحديث عن الأنساك الثلاث، أذكركم بها في هذا الأوان. النسك الأول هو الحج بالإفراد، ومعناه أن يهل الحاج بالحج فقط ولا يفكر في العمرة إلا بعد انقضاء أيام التشريق. النوع الثاني هو القران، ومعناه أن يهل الحاج بالحج والعمرة معا، فتكون نيته مقترنة بين الحج والعمرة، وأعماله تقترن فيها أعمال الحج والعمرة. ثالثا التمتع، وهو أن ينوي الحاج أن يفتتح عمله وشعائره بأعمال العمرة، ويؤجل أعمال الحج إلى يوم التروية. أما المفرد فلا هدي عليه، وأما القارن والمتمتع فعلى كلاهما هدي كما سنبينه في حصص قادمة إن شاء الله تعالى. إذن يتهيأ المحرم ويختار نسكه وينوي بعد أن هيأ،
كأن يقول المفرد مثلا: اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم فيسره لي وتقبله مني. وكأن يقول القارن: اللهم إني نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، اللهم فيسرهما لي وتقبلهما مني. وكأن يقول المتمتع: اللهم إني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، اللهم فيسرها لي وتقبلها مني. ثم بعد ذلك يبادر المحرم إلى التلبية، والتلبية الأولى واجبة، أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، والمرأة تسمع نفسها، ثم يدعو الحاج خاشعا تائبا ضارعا لله تعالى، ثم يحسن به أن ينوي فدية عامة، على قول بعض أهل العلم، خاصة إن كان مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام كما سنبينه في الحصة القادمة، ينوي نية فيقول نية الفدية: اللهم إني أنوي فدية عن كل مخالفة أو محظور يصدر عني. وهكذا يا ضيوف الرحمن، أتوقف بحضراتكم لنعيد رحلتنا في حصة قادمة بعون الله تعالى، وسأقدم لكم الإحرام تطبيقيا وعمليا، وأسأل الله لكم القبول والتيسير. جعل الله حجكم حجا مبرورا، وسعيكم سعيا مشكورا، وذنبكم ذنبا مغفورا، وتجارتكم رابحة لن تبور، يا عزيز يا غفور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.